بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد عن عينة من عينات مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن عينة من أنسجة نباتية أخذتها في أحد البرك المائية، درست فيها الطفيليات والميكروبات الموجودة في هذه البرك، طبعا أحد البرك الموجودة في الأحساء، وكانت عينة يعني ممتازة جدا لدراسة الطفيليات والبكتيريا وأنواع من أنواع يعني الطحالب، لأنها يعني خدت نوع من أنواع التربة معاها أنسجة طحالب ويعني مستعمرات من الطحالب. وطبعا كلنا نعرف أن تعيش مع الطحالب أنواع كثيرة جدا من المخلوقات الثانية مثل الديدان و الطفيليات والبكتيريا وأنواع أخرى ثانية من الأحياء الدقيقة. وأنا أنصحكم يعني في موضوع بحثي كبير جدا أنواع يعني الفصائل الموجودة في البرك المائية، يعني تركزون عليه يعني وتدرسون نوع أنواع أخرى من الأحياء العامة، يعني ممكن يعني إذا أنت راح تطوره وتزرع البكتيريا، لو شفت بكتيريا معينة جديدة أو بكتيريا مقاومة يعني للمضادات الحيوية تحاول تجرب عليها تجارب جديدة، راح يكون موضوع حلو جدا بخصوص هذه التجارب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم وعينة جديدة.